ودلوقتي جينا معاكم الميعاد فقرتنا اللي بنتكلم فيها عن الملتقى الدولي الثالث المايكرو تياترو في مصر اللي بدأ فيه أكاديمية الفنون بحضور الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون والدكتورة نبيلة حسن عميد المعهد العالي للفنون المسرحية اسكندرية، ويمكن كمان اللي فعالاته مستمرة لغاية بكرة. يمكن تفسير كلمة مايكرو تياترو يمكن يكون هو يعني زي ما نقول عرض مسرحي مكون من فرد الثلاث أفراد، وبيتم طبعا تجسيد الحالة الدرامية على المسرح عن التوعية الاجتماعية طبعا بقضايا كتير ممكن تكون محيطة في طبعا الدول العربية والعالم كله. والمميز ان العمل ده كله زي ما انا قلت لحضراتكم بيكون من خلال بطلة لبطلتين، وطبعا بيكون طبعا في لجنة تحكيم في الملتقى من عروض المايكرو تياترو اللي بتقدمها طبعا الكاتب والشاعر محمد بهجت رئيس قسم المسرح بجريدة الأهرام، والمخرج تامر كرم، والمخرج سامح بسيوني. بالظبط كده، يمكن زي ما انت قلت يا شريف انه المايكرو تياترو يمكن ناس كتير ما تعرفش عن الفن ده، وهو ببساطة زي ما شريف قال كده من تكوين الممثلين نفسه، وهو عبارة عن مسرحية صغيرة او يعني مش سكتش يعني هو حاجة صغيرة. بالظبط كده، يمكن الفن ده اول مرة نشأ في مدريد سنة 2009، وكان هدفه التوعية الاجتماعية بقضايا كتير، والمميز في العمل انه هو زي ما قلنا كده الابطال بيكون عددهم محدود وبيتكلموا في قضية معينة. يمكن الملتقى ده هو بيتم لتالت مرة، وطبعا حصل وسط حضور كبير قوي، ويمكن شريف برضو ذكر سواء لجنة التحكيم أو القائمين على الملتقى ده، والعروض دي كمان اختارتها لجنة مشاهدة واختيار تكونت من الناقد محمد الروبي ودكتور مصطفى سلطان أستاذ الديكور بمعهد الفنون المسرحية، واللي قرروا أن يتنافس 12 عرض في فعاليات الملتقى السنة دي. بالظبط، يمكن كمان الموضوع كله مش قائم بس على العروض الفنية، لا ده كمان كان في ورش عمل وندوات، ويمكن كمان ده اللي بيكونوا حريصين عليه جدا ان يكون في تنوع ثقافي في العملية الفنية بالكامل، لان احنا مش بنتكلم بس على دور التمثيل، لا بنتكلم على دور السينوغرافيا والديكور والتمثيل وتوظيف الموسيقى. ويمكن كمان يعني الهدف من كل ده فهم كلمة المايكرو تياترو وايه اصلا المقصود بيها كمان، وكيفية اعداد عروض المونولوج. يمكن كمان عروض المونولوج بتكون مش سهلة، على اساس ان يكون الممثل قادر يستوعب كم كبير جدا من الحفظ، وممكن يكون بيأديه لوحده على المسرح امام الجمهور. مظبوط زي ما انت قلت يا شريف، ويمكن الهدف من الورشه دي انه الطلبه او المشاركين يتعلموا يعني ايه طبيعه نصوص المايكرو تياترو او حتى فن المونولوج، وازاي يقدموا الشخصيه ويعدوها بشكل سليم. طبعا عشان نعرف تفاصيل بقى اكتر عن الملتقى الدولي الثالث للمايكرو تياترو هنروح نشوف التقرير اللي جاي ونرجع نكمل كلام. يا مدام ما تنزعجيش. مدام في عينك يا اللي تتشك. وحضرتك اتضايقتي من مدام ولا اتضايقتي من وجودي؟ ما تغيرش الموضوع، ردوا عليا قولي انت مين. حضرتك ثانية واحدة. ارجع مكانك، عارف لو قربت خطوة واحدة بس هبلغ البوليس. ليه بس؟ ساعتها محدش هيلحقك. ثانية واحدة، ثانية واحدة بس. انت ايه بقى؟ معاك سلاح؟ قول لي. سلاح ايه؟ انا خايف اقوم الحركات دي في ايه؟ الميكرو تياترو هي مسرحيات قصيرة بتبدأ من الأزمة وبعد كده بيحصل نقطة تحول قدام الجمهور. هي صيغة عصرية للمسرح، نقول احنا كل حاجة بقت عندنا تيك اواي، وكل حاجة بسرعة بسرعة بسرعة، وكل حاجة بمنيو وبتقعدي تنقي فيه، ده بيعجبني ده ما بيعجبنيش. فالميكرو تياترو هو استجابة لده. هو كمان بيبقى بتروحي مكان الميكرو تياترو عندك صالات مختلفة، مثلا سي حد أدنى 4-5 صالات، ممكن توصل لحد 10 في بعض الأماكن. عندك شاشة كبيرة عليها إن كل عرض بيتعاد 6 مرات، فأنت عندك العرض الأول بيبتدي مثلا من 6 لـ6:15، بعد كده ربع ساعة بريك، وبعد كده بيخش التاني. كل العروض بتبدأ في وقت واحد وبعدها بيرجعوا تاني يخشوا، والجمهور بيتبادل الصالات من وقت للتاني، يعني بيلتقوا في الكافيتيريا. فده طبعا بيعمل نوع من أنواع الحوار ونوع من أنواع البهجة ونوع من أنواع الكلام الثقافي. بيطردوك بسبب الطرد؟ لا، ما انا لازم اعرف اي تفسير. ما تسالينيش، لازم اعرف اي حاجه. اللي عايزه تعرفيه ما يهمكيش. لكن لازم اعرف. ما يهمكيش، لازم اعرفه عشان ارتاح. يعني مش هتطلع، فانا هقعد ازاي دلوقتي في بيتي مع لغز مع سؤال من غير
الإجابة. شيء مقلق الصراحة. هو العرض ده عرض اسمه الغريب، تأليف ألفريد فرج. العرض ده بيتكلم عن الوحدة، وبيتكلم انك ازاي الشخص لما يعيش لوحده ممكن يخلق ناس يتكلم معاها وكده. والعرض ده ان شاء الله من اخراجي، وهو عرض قصير وبمثل فيه كمان. اسمع يا تواب، لا تقاوم. اسف يا هاني، اوعى تتحرك. كلمني. اسف يا تواب، ده هرب من مستشفى الامراض العقلية، وجوده ممكن يكون خطر احيانا. انا مش مجنون. مكتوب على باب الشقة اسمه عصمة عبد التواب. بقول لك اوعى تتحرك من مكانك. انا مش مجنون. الدور ده من أصعب الأدوار اللي ممكن أي ممثل أصلا يستفزه ويبقى عايز يعمله، لأنه دور مركب، اللي هو إحنا بنسميه دور سايكو، في انفعالات وفي اضطرابات نفسية وحاجات زي كده. هو أي حاجة بتدخل فيها علم النفس بشكل أو بآخر بتبقى صعب على الممثل إن هو ينقلها، لازم يدرس صورة ما من علم النفس يعني. وده بنحققه أول معهد لينا يعني، بنعرف ندرس علم النفس في المعهد، نعرف أكتر عن الشخصيات اللي بندرسها. والحقيقة ان هو ساعدنا كتير قوي دراسة علم النفس، ان احنا نعرف ندرس شخصيات ونحاور ما بينهم، والحمد لله يعني نكون قدرنا نطلع حاجة زي كده يعني. لا لا، مش دي المشكلة، مش دي المشكلة، انه انا بدأت احبهم وطمن وجودهم بيسلوني. حاجة حلوة جدا ان احنا في مصر بندعم النوع ده من الفن، خصوصا كمان يعني التمثيل المسرحي من فكرة المايكرو تياترو. يمكن كمان الدكتورة نبيلة حسن شرحت لنا الموضوع بشكل يعني اعمق، ان يكون ان العرض اللي ما بيتجاوزش طبعا مدته عن الربع ساعة، وبيكون في اكتر من عرض بيبدأوا في نفس الوقت، وبيقدر طبعا الجمهور ان هو يتنقل من عرض لعرض من خلال فترة الاستراحة. والمميز كمان ان هو الورش اللي كانت معمولة بتتكلم ان ازاي نورة قالت من شوية عن ان ازاي ممثل يقدر يستوعب فكرة تقديم المسرح المايكرو تياترو، وازاي يقدر يعمل بناء الشخصية، وازاي يقدر يتفاعل في مكان صغير، وكمان يقدر يوصل الملخص من الموضوع كله في خلال 15 دقيقة بس من خلال عرض مسرحي. وكمان ممثلين ما يتجاوز عددهم عن 2 لـ3 بحد اقصى، فده حاجة حلوة جدا ان احنا قادرين ننفذها في مصر، اللي كمان يمكن دي الملتقى الدولي الثالث، فدي حاجة حلوة جدا ان احنا قدرنا ان احنا نجيب ده من اسبانيا في 2009، ويكون ده اصلا كانت بدايته في اسبانيا في 2009، وان احنا قادرين ان احنا نعمله بصورة جميلة وعظيمة زي ما كان باين معانا من خلال كاميرا انبوكس في التغطية اللي كانت معانا. بالظبط. ويمكن كمان الفعاليات الملتقى مش مقتصرة بس على الأكاديمية، ولكن كان في عروض بتتم في المركز الثقافي الاسباني في اسكندرية، وطبيعي انه الملتقى يتعاون مع المركز الاسباني، بما انه يعني قلنا ان النوع ده من الفنون هو اساسه اسبانيا وبالتحديد في مدريد. ويمكن فكرة المايكرو تياترو يعني تبدو ان هي سهلة، ولكن حاسة ان هي صعبة شوية، ان انا محددة بوقت معين، محددة بعدد اشخاص قليلين، وفي نفس الوقت انا بتكلم عن قضية معينة وبتناقش في فكرة معينة، والمفروض انه كل ده يوصل للناس كأني عاملة عرض كبير. فاعتقد بيكون في ضغط شوية على الممثلين، ولكن بيأهلهم صح وبيأهلهم مظبوط، ويعرفوا كده يعني كل واحد زي ما بيقولوا يبقى عارف إمكانياته إيه ويقدر يعمل إيه، ويقدر لو ما عندوش وقت طويل إن هو فعلا يوصل المشاعر الحقيقية بتاعت الشخصية اللي هو بيجسدها، ومش شرط بقى إن أنا يبقى حواليا بهرجة كتير زي ما بنقول. بالظبط. بصي، هو كمان الأصعب إن هو بيناقش قضية كاملة من خلال عدد 2 ممثلين أو 3، وفي الأول أو في الآخر المساحة صغيرة جدا، والمدة العرض أصلا قليلة، ففي الأول أو في الآخر ده مش سهل. وكمان تفاعل الجمهور، جمهور مش عدده مش كبير، لأن في الأول أو في الآخر كل حاجة قايمة فعلا على كلمة المايكرو، إن كل حاجة بتكون مصغرة. لكن بيتم طبعا إعادة العرض على مدار اليوم أكتر من مرة، من فترة استراحة من لا تتجاوز 15 دقيقة نفس مدة العرض. وفي الأول وفي الآخر الممثل هنا بيوصل الدور المجتمعي، وإزاي إن إحنا فعلا كفن يقدر إن هو ينقل صورة الحضارة، وينقل كمان كل العبء أو أي المشاكل اللي بتقابل أي مجتمع، إن هو فعلا يقدر يوصل الحلول من خلال عرض مسرحي مدته بتكون بحد أقصى 15
دقيقه، فدي حاجه حلوه جدا وفعلا مهمه جدا لكل الممثلين اللي شاركوا في الملتقى الثالث. بالظبط كده، ده كان كلامنا عن الملتقى الدولي الثالث لعروض المايكرو تياترو، يعني حاجه حلوه وحاجه مشرفه وحاجه يعني بتصنع كده فنانين ان شاء الله نشوفهم في المستقبل يكونوا فعلا يعني ممثلين صح زي ما احنا بنقول كده، مش حد طالع وخلاص، لا ده بيتأهلوا بشكل علمي وبشكل أكاديمي مظبوط. فقرتنا دي خلصت، هنطلع لفاصل وبعد